فصل الشتاء كنشوفوا بعض الأمراض الجلد اللي عندها علاقة مباشرة بواحد الفيلم اللي كيكون في البشرة، كنسميوه حنا بالفرنسية فيلم هيدروليبيديك. شنو هو الفيلم؟ واحد الفيلم واقعي اللي مكون اللي كيجي فوق الجلد، مكون فيه شوية الماء وفيه دي ليبيد يعني الدهنيات. شنو كيدير هذا الفيلم؟ أولا بفعل البرد، فعل عامل طقس برد، بفعل العامل الثاني هو جفاف، والعامل الثالث هو الريح. شنو كيطرالو؟ بحال كيتأجريسا، كينشف، كيتحيد. ملي كيتحيد كينتشروا بعض الأمراض. أول مرض اللي كيكثر في هذا الفصل هو نقسمو حنا ليكزيما أتوبيك ولا ليكزيما الجينية، بزاف خاصة اللي كتصيب الدراري الصغار. هاد الإكزيما كتصير في فصل الشتاء، كتكون كثيرة لأنه داك الفيلم تعرض لواحد الاضطرار، وكيولي هاد الناس كيجيو على هاد الاكزيما الجينية. كاين جفاف الجلد. على جفاف الجلد اولا العامل الطقس، ولكن عامل اخر كنعرفوا بان الناس مثلا في فصل البرد كيمشيو للحمامات كيديروا لي دوش شود، هذاك الماء سخون هو براسو ماشي مزيان للجلد ديالنا. كلما درنا الماء سخون كلما غنحيدوا هذاك الفيلم الواقي اللي كيعطينا ليدغاتاسيون ديال الجلد. كيفاش غنتعاملوا مع البشره الحساسه ولا البشره اللي كتنشف؟ باش ما تنشفش اولا البشره ما خصهاش نبقاو الافراط في الغسل، حيت كاين مثلا اللي كيبدا يغسل وجهه بزاف المرات في النهار وكيدير بعد الصابونات ولا بعد لي جيل، خصنا نردو البال. علاش؟ اولا لي جيل الا كان فيهم الريحه تقدر دير حساسيه، من الاحسن جيل. وكاينين بعد لي جيل اول ما خصهمش يكون فيهم الريحه باش ما نديروش حساسيه، وكاينين دي جيل اللي هما براسهم كيعطيو مواد اللي كتغذي البشره، هادوك مزيان الاستعمال ديالهم يعني كنصحو به. هاد لي زوميغا هما عبارة عن ليبيد اللي كنلقاوهم بزاف الأغذية، منهم اللي ساهلين في البيض كنلقاوهم في السمك، ولكن خاصة السمك مثلا كنعرفو من المغرب الحمد لله عنده ثورة سمكية مزيانة. السردين عنده طبعا عنده نسبة عالية من هاد لي زوميغا 3 ولي زوميغا 6. إذا تناول السمك بزاف ديال المرات في الأسبوع مزيان. الطون كذلك حتى هو فيه هاد النوع ديال الأغذية. حتى الزيوت، الزيوت الطبيعية كلها، الزيوت زيت الزيتون مزيان الواحد ياكلها، يعني التناول ديالها مزيان لأن فيها داك لي زوميغا. زيت أرغان حتى هي مزيانة. بزاف ديال الزيوت الطبيعية مزيانة للأكل، ويمكننا نديرو بعض الوصفات اللي سهلة، وخاصة خاصنا نديروها بالليل ما نديروش بالنهار. علاش؟ لأنه واخا الصيف لأنه واخا الشتا ما فيهاش الشمس أشعة الشمس، ولكن من الأحسن هاد الأقنعة ولا هاد لي ماسك خصنا نديروهم غير في الليل ما نديروهمش بالنهار. أنا نعطيكم وصفة سهلة شنو فيها، جوج ديال المواد. علاش؟ هاد الوصفة ما غاديش تضر في أي بشرة، واخا تكون بشرة حساسة ما غاديرش هاد المشاكل. شناهي الوصفة الأولى؟ كتنخلطو ما بين لافوكا، ودابا هادي الوقيتة ديالو شهر 9 شهر 10 هادي الوقيتة اللي كتكون فيه لافوكا، مع زيت الزيتون، ما نزيدو مع حتى شي حاجه اخرى. علاش؟ لان كاين اللي كيزيد مثلا مع الحامض ولا حوايجات اخرين اللي يمشي يدير شي حساسيه، كاين اللي ما كيتقبلش هذاك وكيديروا حرق ولا هذا. اذا درنا غير الزيتون، زيت الزيتون، وخلطناها مع لافوكا، هذه ما بين المسائل اللي كتعطي التغذيه ديال الجسم. حاجه مهمه، لان في فصل الشتاء الانسان بفعل بان العطش ما كيبقاش كنساو نشربوا الماء. مهم خاصنا نحافظوا على شرب الماء، لانه هذاك الماء راه مهم خاصنا نشربوا على الاقل لتر ونص ما اكثر. واخا ما يكونش فينا عطش بزو على راسنا ونشربوا الماء، لانه الا بقينا ما كنشربوش الماء الجلد راه كتنشف بصفه اوتوماتيكيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.